السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. الحقيقة أن حلقة اليوم حلقة مختلفة تماما عن كل ما قدمت. الحلقة اليوم مقدمة إلى شخص واحد، هذا الشخص قدم في البداية عقدا معنويا للمنتخب السوري الأول وللجماهير السورية، ثم بعد انتهاء سنة وثلاث شهور 15 شهر تبين أن الأمور مادية بحتة، ولا عيب أبدا في أن يسترد الكابتن نبيل معلول مدرب المنتخب السوري سابقا راتبه من الاتحاد السوري لكرة القدم. ولكن الآن نحن في مأزق، الكابتن نبيل معلول يرفض الاستقالة، وأعلن أمس على إحدى القنوات المصرية قناة أون تي في أنه لن يستقيل ولم يستقيل، هو فقط أرسل محاميه بخطاب إلى الاتحاد السوري لكرة القدم يقول لهم أنني لن أكمل، ولن أكمل في عرف القوانين الدولية والرياضية في الفيفا ليس لها معنى، إما أن تستقيل وإما أن يتم إقالتك. وأنت تعلم يا كابتن نبيل أن الاتحاد السوري لكرة القدم لا يستطيع إقالتك، والأمر بكل بساطة لأن هناك شرطا جزائيا مليون دولار، وبالتالي أنت تضغط على الاتحاد السوري لكرة القدم أن يضغط أيضا ويحاول لأن يقيلك، وأنت تعلم أنه لا يستطيع إقالتك، لأنه لو هو معاه مليون دولار موجودة معاه الاتحاد السوري لكرة القدم كان أتى بمدرب آخر من زمان يعني. ولكن ابتدى الأمر بعقد معنوي وانتهى الأمر بمطالبة بمليون دولار غير قيمة الراتب اللي هي حوالي نصف مليون دولار، طبعا ده غير مكافأة التأهل. رسالتي إلى الكابتن نبيل معلول وإلى الجماهير السورية، وأنا عملت هاشتاج والهاشتاج ده طويل شوية، وهو استقالة الكابتن نبيل معلول مطلب جماهير سورية. تعالوا نعيد الهاشتاج تاني بشكل أفضل، استقالة نبيل معلول مطلب جماهير سورية، من خمسة كلمات، استقالة نبيل معلول مطلب جماهير سورية. ليس أمامنا إلا الضغط، أرسلوا الهاشتاج على صفحة الكابتن نبيل معلول، أرسلوا الهاشتاج على اليوتيوب، على تويتر، على كل صفحات الانترنت، اعملوا شير للحلقة لو حابين، ووجهوا رسالة لكل الناس التي ترى أن الكابتن نبيل معلول قدم إنجازا للمنتخب السوري، أن الأمر غير كده تماما، وأن الكابتن نبيل معلول يريد أن يحصل على قيمة الشرط الجزائية الذي لا تمتلكه ولا يمتلكه الاتحاد السوري لكرة القدم الآن. ناس كتير بتتكلم عن حلول، بيحاولوا يدوروا عن حلول للموقف الحالي، ناس كتير بتتكلم على ان احنا ممكن نعين مدرب في السر ونعين كادر فني في السر، ولكن طبعا فكرة العمل في السر ده عمل اولا غير قانوني، ثانيا هذا العمل لن تستطيع ان تأتي باللاعبين في كل الدول العربية او الدول الاجنبية عشان تعمل معسكر في السر، لا، لازم يكون عندك بشكل رسمي مدرب وطني طبعا، وكادر فني وطني مع المدرب عشان تقدر ان انت ترسل استدعاءات لكل اللاعبين. طبعا انا بأقدر وبأثمن من وضع تلك الحلول، ولكن يعني احنا وصلنا لمرحلة صعبة، مرحلة صعبة جدا، مرحلة مؤلمة، مرحلة من الإحباط، ان احنا مش قادرين نعين مدرب للمنتخب السوري. تخيلوا وصلنا لإيه. رسالة مرة أخرى للكابتن نبيل معلول، وبعيد وبكرر، كابتن نبيل أنت تعلم جيدا أن الاتحاد السوري ليس لديه مليون دولار شرط جزائي ولن يستطيع أن يقيلك، نريد أن ننهي الأمر بشكل بسيط وبشكل هادئ، لأن الخاسر الوحيد في كل تلك المعادلة هو المنتخب السوري، المنتخب السوري اللي هو الآن متجمد. احنا امامنا دلوقتي حوالي 70 يوم على عودة تصفيات كأس العالم في مرحلتها الحاسمة والثالثة، المباراة الاولى للمنتخب السوري هتكون في شهر 9، يعني بلا مدرب سنخوض تلك المباريات ولا ايه الوضع؟ فعلوا الهاشتاج استقالة نبيل معلول مطلب جماهير سورية، استقالة نبيل معلول مطلب جماهير سورية، اما الاستقالة واما فسخ العقد بالتراضي،
يعني لو كان موضوع الاستقالة هيكون في شرط جزائي على الكابتن نبيل معلول شهرين، شهرين من الراتب بتاعه، إذا فلننهي العقد بالتراضي، نعمل كده ورقة ونقول والله الكابتن نبيل معلول هيتنازل عن الشرط الجزائي، والاتحاد السوري هيتنازل عن الشرط الجزائي، وخلاص هو هياخد الرواتب بتاعته من الأموال المجمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ونطلع من الأمر ده وننهي الأمر ده، لأن الأمر ده طال عن حده والناس عندها درجة كبيرة جدا من الإحباط. تعالوا سريعا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. التعليق الأول من حسين خضر: أرجو أن تتحدث عن بطولة كأس العرب تحت سن 20 سنة الجارية حاليا بشكل مختصر، ولماذا لم يشارك المنتخب السوري فيها؟ للأمانة أنا ما عنديش معلومات عن البطولة، ولكن المنتخب السوري لم يشارك فيها لأني ليس لدينا منتخب سوري تحت سن 20 سنة أصلا، ولأن الاتحاد السوري لكرة القدم الآن مشغول بالمنتخب الأول وبفسخ العقد مع الكابتن نبيل معلول اللي احنا إلى الآن غير قادرين على عمله. وتعليق آخر من عاشت سوريا: حدا يفهمني يا شباب منتخب سوريا بأي تاريخ عنده مباراة ومع مين من فضلكم؟ عنده مباراة في شهر 9 مع مين إلى الآن لم يتم تحديد القرعة، والقرعة بإذن الله إن شاء الله هتكون يوم 1/7/2021 بإذن الله. وتعليق آخر من حسن حسن بيقول: والله أي مدرب وطني أفضل من نبيل معلول، على الأقل المدرب الوطني بيفهم عقلية اللاعب السوري ونرتاح من المشاكل في المنتخب. نعم، ولكن كنت أتمنى أن الكلام ده يكون من سنة، مش ننتظر لحد سنة وثلاث شهور وبعد كده نقول أن المدرب الوطني هو الأولى. دي حاجة. الحاجة الثانية: أتمنى أن كلام الجماهير السورية عن أفضلية المدرب الوطني يستمر كمان بعد تولي المدرب الوطني، مش نعود لانتقاد المدرب الوطني وننسى تماما ما فعل في المنتخب السوري من مدرب مش وطني زي الكابتن نبيل معلول. تعليق آخر من زاهر سالم: هل صحيح نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع علاء الدين الدالي؟ أتمنى الرد. لا، إلى الآن ما فيش أي كلام رسمي عن مفاوضات مع علاء الدالي. وتعليق آخر من أبو فارس مطر: أخي أحمد، إمتى بينتهي عقد المعلول قانونيا وشكرا لجهودك؟ عقد الكابتن نبيل معلول قانونيا هينتهي لما يستقيل او يقال او يفسخ عقده، ولكن المفاجأة واللي انا اكتر من مرة بقولها لكم ومحدش مصدقني، الى الان قانونيا الكابتن نبيل معلول هو مدرب المنتخب السوري، وده سبب كلامي امس والحلقة بتاعت امبارح لما قلت لكم ان الاتحاد السوري بشكل رسمي ارسل خطاب للكابتن نبيل معلول بان تعالى اعمل معسكر في سوريا في الفيحاء، لاني الى الان الكابتن نبيل معلول مدرب رسمي. طبعا الاتحاد السوري بيحاول ان يضغط بهذا الكارت على الكابتن نبيل معلول عشان لو ما جاش يبقى هو تخلى، يبقى هو اللي فسخ عقده مع الاتحاد السوري. ويعني انا اتمنى كل الخير والله في تلك المسيره، واتمنى ان الامر يتحل، واتمنى ان الاتحاد السوري يستطيع الضغط على الكابتن نبيل معلول من اجل اما الاستقاله او فسخ العقد، يعني لاني يعني مش عارف الأمر هينتهي، يعني الأمر خد أكبر من حجمه بكل أسف. تعليق آخر من الاسم الذي أمامكم: السلام عليكم أخي أحمد، ممكن تقول لنا إذا في خلاف بين عمر السومة ونبيل معلول وشكرا لجهودك؟ أنا متأكد 100% أنه هناك خلاف، يمكن لو كنت سألتني قبل مباراة الصين كنت هقول لك لا مفيش، وكتير سألتوني وأنا قلت لكم كده، ولكن الآن بعد البوست بتاع الصراعات بعد مباراة الصين كل اللعيبة ذكروا أن هناك صراعات وأنهم ضحية للصراعات، فواضح أن عمر السومة جنب نفسه بعيدا عن الصراعات، واضح أن عمر خريبين تم إبعاده عن الصراعات، يعني مش عارف أقول لكم إيه، لكن واضح أن الكابتن نبيل معلول على حد أقل تقدير لم يستطيع استقطاب عمر السومة للمشاركة ولا مباراة من 7 مباريات اشترك عمر السومة فيها. طبعا الأمر غريب. يعني تعليق آخر من ماهر خلف: اتحاد كذا بيعطوا مدرب هيك مبلغ بس من شان يتأهل، ونحن بالأصل متأهلين. يعني انت بتقول كلام مش مظبوط على الاتحاد السوري لكرة القدم. الاتحاد السوري من وجهة نظري الشخصية هو ضحية، زي ما كل الجماهير ضحية، وزي ما المنتخب السوري ضحية، ضحية للكابتن نبيل معلول الذي باع في البداية كلاما معسولا عن المنتخب السوري، وأبدى أنه يستطيع أن يدرب المنتخب السوري بعقد معنوي وبدون راتب، ثم تبين بعد ذلك أنه لا، ده مش عايز الراتب، لا ده عايز كمان شرط جزائي $1,000,000. أنا بصراحة لا أعفي الاتحاد السوري من المسؤولية، وفي نفس الوقت ما بحملوش
مسؤولية أكتر من المسؤولية اللي المفروض يتحملها. كلنا مظاليم وكلنا ضحية في هذا المشهد. لا تنسوا مشاركة الهاشتاج استقالة نبيل معلول مطلب جماهير سوريا، هذا الهاشتاج فعلوه في التعليقات، وفعلوه على الفيسبوك بالمناسبة، وفعلوه على تويتر إن استطعتم، فعلوه على إنستجرام، فعلوه عند صفحة الكابتن نبيل معلول الشخصية على الفيسبوك، عشان نحاول نضغط ونحاول ان احنا ننهي الامر ده، عشان احنا عايزين نشوف مدرب المنتخب السوري الجديد اللي لحد دلوقتي للاسف احنا مش عارفين مين هو. في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.